مساء الخير عليكم جميعا. طبعا انا بتشرف النهارده بوجود معالي الوزير اسامه الازهري، والحقيقه يعني انا لسه كنت بقول له انا ما شفتش الحب الجارف ده قبل كده. يعني حب في الله، يعني الناس النهارده لما شافته الحقيقه يعني حاجه اسعدتنا جميعا، وشكرا لوجودك معانا، ويعني نتمنى ان تكرار الزياره ان شاء الله. شرف، ان شاء الله. ربنا يخليك، شكرا جزيلا. عمرو بيه الفقي يعني دايما بيعودنا على انه الكلمات الموجزه القليله لكن اللي تجمع معاني كثيره. انا ممنون مره ثانيه لسيادتك وشاكر لحضرتك الكلمات اللي هي رغم انها موجزه لكن لمست قلبي. انا ممنون وشاكر لسيادتك والله. اتشرف باي مداخله او سؤال او فكره او اطروحه من حضراتكم. عمرو موسى، قناة سي بي سي، يعني عالمنا الفاضل اهلا ودكتورنا وسهلا. الجليل الدكتور أسامة الأزهري، مرحب بيك في مدينة العالمين اهلا الجديدة، وسهلا بيك. وبالتأكيد صاحب البيت لا يرحب به في بيتي، فتحية ربنا جلال يخليك، وتقدير الأستاذ عمرو الفي ربنا وجميع يخليك. قيادات الشركة المتحدة للخدمات العالمية على هذا المهرجان اللي بيروج ويسوق لمدينة العالمين الجديدة. نعم. وإحنا موجودين في مدينة العالمين الجديدة، المدينة اللي تحولت من مدينة ألغام لمدينة أنغام، مدينة نعم. سياحية عالمية. في توجيهات من القيادة السياسية بحسن استغلال الأصول والاستثمار نعم. في هذا الشأن. عايز أعرف من حضرتك رؤية حضرتك للاستغلال الأمثل للأصول الخاصة بوزارة الأوقاف وأيضا أموال الوقف لتعود الفائدة على وزارة الأوقاف وعلى الدولة المصرية بشكل عام. شكرا جدا لحضرتك. أولا أشكرك، ويعني قناة سي بي سي يعني لها في قلبي مكانة، كانت أحد المنابر التي تشرفت بالإطلال من خلالها وأحمل لها ذكريات عزيزة على قلبي، منبر عزيز على قلبي أعتز به وأعتز بدوره الإعلامي المتميز والهادف. اليوم تشرفت صباح هذا اليوم بلقاء السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وطبعا بحضور دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وتم عرض خطط عمل وزارة الأوقاف على السيد الرئيس والاستماع إلى رؤية وتوجيه السيد الرئيس في كافة الملفات التي طرحناها. كان من أهم الملفات التي طرحت اليوم ملف الأوقاف. الأوقاف للتوضيح للسادة الحضور من الإعلاميين الكرام ولكل الجمهور الذي يعني نسعد بأنه يتابعنا، وزارة الأوقاف مكونة من عدد من المكونات: القطاع الديني المعتني بالمساجد والأئمة والخطباء، وهذا صميم عمل وزارة الأوقاف في الحقيقة، أن تملأ مساجد مصر في كل ربوع مصر، في كل القرى والنجوع والمدن، في كافة ربوع الوطن، أن تملأ المنابر أذن الناس برسالة الإسلام الممتلئة بالرحمة والعلم والأمان وحفظ حق الوطن والبر به والوفاء له، احترام الأكوان، إكرام الإنسان، حفظ الأوطان، ازدياد العمران، زيادة الإيمان، إلى غير ذلك من الرسائل والمقاصد السامية. لكن أحد المكونات العظمى والكبرى لوزارة الأوقاف ما يسمى بهيئة الأوقاف. هيئة الأوقاف هي الهيئة القائمة على إدارة ورعاية والمحافظة على كل الأصول الوقفية المسجلة والمضبوطة لدينا عبر تاريخ مصر. قد تكون فكرة الوقفيات يعني يمكن تغيب عن بعض السادة المشاهدين، لكن عبر قرون من الزمان كل إنسان من الأعيان والخيرين أراد أنه يحبس ويوجه وقفية معينة، قطعة أرض أو تجارة رائجة أو شيء على غرض من أغراض البر أو الخير أو كذا، بتسجل كوقفية. تقوم وزارة الأوقاف بجوار رسالتها الدينية على حفظ وتنمية وإدارة هذه الأصول الوقفية. الأصول الوقفية هذه ثروة قومية، وهي في المقام الأول هيئة مالية. يعني إدارة هذه الهيئة ليس بعمل علمي أو شرعي، بل هو في الحقيقة عمل تقني مهني يقوم على إدارته مجلس إدارة هيئة الأوقاف الممثل في عدد من الخبراء الكبار في إدارة أموال الوقف وفي حفظ الحجج الوقفية وفي استثمار أموال الوقف وتنميتها. هيئة الأوقاف هيئة لها مناطق في كل محافظات الجمهورية تقوم على رعاية أراضي الوقف. الخطة التي نتبناها هي حشد وجذب كافة الخبراء والعقول البارعة في ميدان الاستثمار لتنضم إلى وتزويد هيئة الأوقاف بالخبرات الموجودة لديها. الهدف المراد الوصول إليه هو حسن الحفظ للأراضي الوقفية، حسن الإدارة للأراضي الوقفية، حسن التحصيل لإيرادات الأوقاف، الانطلاق إلى استثمار ريع الوقف في كل ما يعود على الوطن بالخير والبر والنماء ويحقق شروط الواقفين.
قد يكون ده شق تقني إلى حد كبير، قد يكون بعيد عن اهتمامات عدد من السادة الحضور، لكن أنا أعتبر أن هيئة الأوقاف أحد أهم المرتكزات والأعمدة التي تمثل نجاح لوزارة الأوقاف، وإن شاء الله بالتعاون مع كل القائمين على الهيئة من مجلس الإدارة ومن مساعد السيد الوزير لشؤون هيئة الأوقاف وكافة قيادات وزارة الأوقاف، أنا داعم لهم وراعي ومحفز ومشجع وموجه لتحريك كل الطاقات التي لديهم من أجل أن تنجح هيئة الأوقاف في تقديم أكبر خير ونماء للبلد إن شاء الله. برحب بحضرتك طبعا يا دكتور، وبرحب بأستاذ عمرو الفقي. أنا محمود جميل من القناة الأولى. أولا خليني أنقل لحضرتك مدى محبة الأئمة والواعظين والواعظات. النهاردة كنت التقيت بيهم في الشاطئ اللي كانوا طبعا يعني موجودين فيه، فالحقيقة بنقل لحضرتك محبتهم وأكيد محبة ما يعني محبتك في قلوبنا كلنا يعني. سؤالي الأول، في يوم 25 المؤتمر 35 للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وهو تحت عنوان دور المرأة في بناء الوعي، مدى استعدادات حضراتكم للمؤتمر وليه تحديدا اختيار هذا الموضوع، وماذا تقدمون للواعظات خلال الفترة اللي جاية؟ سؤال التاني متعلق بلقاء حضرتك بسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، وشايف اهتمام سيادته بالواعظين والواعظات ووزارة الأوقاف بشكل عام ازاي، ومنها طبعا رسالة طمأنينة لكل الأئمة والواعظين على مستوى الجمهورية. شكرا جزيلا. طبعا صديقي العزيز سيد محمود، أشكرك على المداخلة الكريمة والسؤال الكريم، وأشكرك على ما تفضلت بنقله من معاني الحب يعني اللي تفضلت بها، وأنا ممنون وسعيد بهذا. نمرة 2، النقطتين اللي سيادتك تفضلت بطرحهم متصلين ببعض. المؤتمر القادم الذي تنظمه وزارة الأوقاف، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية داخل وزارة الأوقاف، هو المؤتمر الدولي رقم 35 من المؤتمرات التي نظمها المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. يعني نحن أمام تاريخ ممتد وتاريخ عريق، التاريخ ده صنع على يد قامات كبيرة سبقت إلى قيادة وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى، والمؤتمر القادم ينعقد يوم الأحد القادم يوم 25 أغسطس، يمتد المؤتمر على يوم 25 و 26، المؤتمر تحت رعاية سامية وكريمة من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكان أحد النقاط التي تم العرض والمتابعة فيها اليوم، وكان السيد الرئيس كان مهتم جدا بمتابعة ترتيبات المؤتمر والتحضير له. السيد الرئيس وجه بأن يخرج المؤتمر على أرقى صورة ممكنة تعبر عن مصر وعن المؤسسة الكبيرة وزارة الأوقاف. المؤتمر فيه تلقينا تأكيد الحضور من قرابة 60 دولة، تلقينا أبحاث تزيد على 58 بحث من العلماء المشاركين، العلماء الحضور عدد كبير من الوزراء ومن المفتين ومن رؤساء المجالس الإسلامية ومن الرموز العمل الإسلامي في العالم، من العلماء وقيادات الوزارات الأوقاف في العالم. المؤتمر يمتد على مدى يومين، يشهد عدد كبير من الجلسات وورش العمل والحلقات النقاشية. بعد انتهاء المؤتمر إن شاء الله يتم إصدار كافة الأبحاث التي قدمت في المؤتمر وكافة النقاشات التي صدرت في كتاب. المؤتمر هو المؤتمر الأول للواعظات، واختار عنوان دور المرأة في بناء الوعي لنقدم للشعب المصري العظيم وللعالم بأكمله رسالة أن الخطاب الديني إذا أراد أن يحقق النجاح المطلوب فينبغي أن يبدأ بأن يقدم رسالة إجلال وتقدير واحترام للمرأة وفي القلب كل سيدة وفتاة مصرية كريمة. المؤتمر رسالة إجلال ورسالة تقدير ورسالة احترام وعرفان من وزارة الأوقاف ومن أبنائها ومن قلب الخطاب الديني إلى المرأة المصرية، المرأة المصرية العظيمة، المرأة المصرية التي تصنع البطولة وتصنع الإنسان المصري، المرأة المصرية ذات العطاء اللامحدود لوطنها، المرأة المصرية التي شهدنا منها المفكرة والشاعرة والأديبة والإعلامية والسياسية والوزيرة والبرلمانية، المرأة المصرية عبر التاريخ التي خرج منها الشاعرات والأديبات. المؤتمر في الحقيقة اختار أن يكون رسالة تقدير واحترام للمرأة وتجربة الدولة المصرية في تمكين المرأة وفي تقدير جهودها. في القلب من هؤلاء شريحة الواعظات اللاتي هن أحد أعز وأكبر الوجوه التي تطل بها وزارة الأوقاف في خطابها الديني.
الواعظات نعتز بهن باعتبارهن جزء أصيل من العمل الدعوي داخل وزارة الأوقاف. أدعو حضراتكم جميعا طبعا للمشاركة معنا في إنجاح المؤتمر وفي تغطية فعالياته. أتشرف أن حضراتكم تكونوا يعني صناع معنا في نجاح هذا المؤتمر إن شاء الله. شكرك محمود بيت. محمد زهران قناة سي بي سي. في البداية برحب بحضرتك مع الوزير في جوهرة تاج البحر الأبيض المتوسط مدينة العالمين، والترحاب بكل تأكيد موصول للأستاذ عمرو الفقية رئيس التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات العالمية. مع الوزير، يعني تحديات عديدة بتعصف بعالمنا العربي والإسلامي، لا سيما في الآونة الأخيرة وفيما يتعلق بانتشار الأفكار المتطرفة وانتشار الأفكار المذهبية والطائفية. ومن ثم بيكون هناك في حالة من الخنق للإبداع والتفكير، وبالتالي أصبح الخطاب الديني أو تجديد الخطاب الديني ضرورة حياتية وفي نفس التوقيت ضرورة حضارية. ولطالما بينادى بهذا التجديد الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما ما ينادي بفكرة تجديد الخطاب الديني وما إلى ذلك. فهل من تفاصيل أو تفصيلة معينة فيما يخص وزارة الأوقاف حول هذه النقطة؟ السؤال الثاني، كيف قرأتم حالة الحب الشديدة التي يعني اجتاحت المدن المصرية والمحافظات المصرية بتوليكم حقيبة وزارة الأوقاف؟ شكرا. أشكرك يا صديقي العزيز، ويعني تحياتي وتقديري لسيادتك ولكل السادة الحضور. النقطة الأولى تعليقي عليها أن وزارة الأوقاف لها دور كبير ونعمل على استمراره وعلى دعمه وعلى تنميته وعلى تطويره في التصدي للإرهاب بكافة صوره وتياراته وأفكاره ورموزه وأدبياته ومنطلقاته وأفكاره الحائرة المغلوطة. الواجب الأول والمحور الأول كما أشارت من رؤية وزارة الأوقاف هو التصدي للإرهاب. وزارة الأوقاف طبعت عدد ضخم من الكتب التي تخوض المواجهة بجراءة وبجسارة، وجهت الخطاب الديني على مدى السنوات الماضية، وأنا هنا أذكر بكل العرفان والاحترام معالي وزير الأوقاف السابق الدكتور محمد مختار جمعة الذي بذل مجهودا كبيرا وصادقا في خدمة وطنه ودينه، وحرك وزارة الأوقاف لأن تحتشد في مواجهة الإرهاب والتطرف. وإن شاء الله نكمل على ما تم من قبل ونطور ونزيد ونحسن حتى ننجز سريعا في قضية مواجهة الإرهاب. أنت ذكرتني مشكورا بقضية مهمة. الإرهاب يخنق الفكر بلا شك، يتسلط على الفكر. الإرهاب عدو للفكر، لو أن الإنسان فكر تفكير صحيح لا يمكن أن يكون إنسان إرهابي. وقديما كتب العبقري الكبير أستاذ عباس محمود العقاد كتابه التفكير فريضة إسلامية، وأنا حاولت أن أنسج على هذا المنوال فكتبت تقريبا 11-12 مقال في جريدة الأهرام قبل 5-6 سنوات سميتها الحضارة فريضة إسلامية، وقلت فيها إنه أنا متأثر بفكرة المرحوم الكبير الأستاذ عباس محمود العقاد الذي جعل التفكير فريضة، ونحن اليوم ننتقل خطوة أخرى فنجعل الحضارة فريضة. الحضارة التي معناها عقل مفكر، عقل مبدع، الحضارة التي معناها عقل محصن من الإرهاب فرغ منه من زمان ثم انطلق يجري بأقصى سرعة في ميدان العلم والثقافة والمعرفة والإبداع، في ميدان العمران، في التمدن. الحضارة معناها عقل حر، الحضارة معناها عقل نجيب، عقل ذكي، عقل أتيحت له كل عناصر النجاح التي يمكن أن نوفرها له. أستطيع أن أقول إن وزارة الأوقاف ابتداء من الآن فصاعدا منذ أن تشرفت بتحمل الأمانة وأقسمت اليمين أمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وتشرفت بحمل هذه الأمانة، سأعمل مع الزملاء الكرام في وزارة الأوقاف لاستنفار وتحريك كافة الطاقات التي يمكن أن نحقق بها هذه المحاور الأربعة، وفي البداية منها مواجهة الإرهاب والإكمال في هذا المحور. النقطة الثانية التي تفضلت بالإشارة إليها، يعني ما نشر هنا وهناك من مشاعر سعادة وارتياح بين يعني أهلي الكرام من أبناء مصر وشعب مصر العظيم من سعادة بوجودي في هذا المنصب وفي تحملي لهذه الأمانة، أنا مهما قلت ومهما عبرت لا أستطيع أن أوفي أهلي الكرام حقهم، ويعني أنا ممنون ومتأمم يعني أدرك عظم الحمل فيما يعني يؤمله أبناء وطني الكرام من قيامي بالأمانة على أكمل وجه. أقول لشعب مصر العظيم ولكل إنسان أبدى سعادته بوجودي في هذا المكان، طوقتم عنقي بالجميل، وهذا يعني دين في رقبتي لأبناء وطني مهما قدمت من عطاء ومن عمل لا أستطيع الوفاء به،
وأدعو الله أن يجعلني عند حسن الظن إن شاء الله.